فالحكم الهاميوني الصادر تحدي جديد، وباسم شهداء الحرية الوطن قبل التحدي. النكبة القضائية بالحكم المخفف على سماحة تزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية لتتوج انتكاسة الشعوب العربية وصراعها مع الأنظمة القمعية يلي سخرت القضاء لمصالح خاصة. أما الشعب الفلسطيني فحلم العودة لا يزال مؤجل بانتظار لملمة البيوت الداخلية من فلسطين إلى سوريا والعراق. بالوطن الأم كما بالشتات، أنظار الفلسطينيين شاخصة إلى ما تبقى من الأرض المقدسة يلي قدمتها مشاريع الاستيطان الإسرائيلية، وما بقي بالبال إلا ذكريات ومفاتيح المنازل وحكايات الأجداد ورائحة أشجار الزيتون. تقرير من مخيم برج البراجنة للزميلة رويدة الصفدي، من تابعه سوا. سبع سنين طلعت سبعينات، صرنا بالسبعينات، بعدنا ما وصلناش للسبعين، صرنا بالسبعة وستين، بالثمانية وستين هاينك بالسبعة وثمانية وستين. شو يما؟ قال له فلسطين مضيع عمري وانتي توعديني ودرتيني عم مذهب غير ديني، كانك من حد تحلك تليني وحني على الغريب مثلنا، ولا محلناش نشتاق لأرضنا، عنا خير وعنا رزق يغطي عين الأرض يما، يغطي. شو بدي أقول لك؟ الحمد لله. يا فلسطينية والبندقاني رماك، وبالصهيونية جبت الحمام كرماك. يا فلسطينية والبندقاني رماك ورماك. يعني أنا يعني وطني، الوطن الوطن التام، الوطن غالي، الوطن ما بيتباع، وطني هذا. لما بتدمع عيني بتذكر أرضي بيتي رزقي، بعد بشوفها ديك البلاد، بشوف بلدي اللي كنت مدلني. انا بتمنى بطلب من ربي اضل عايش وارجع على بلدي وانام هيك تحت زيتونتي او تينتي واموت. خبرني يابا شو صار، شو عملت نكبة ايار؟ خبرني يابا شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. وشو عملت نكبة أيار غير إنها أسقطت سنة جديدة من رزنامة الانتظار؟ سنة جديدة بتحمل معها شوق وحنين إلى أرض كانت وما زالت الرقم الصعب بالشرق الأوسط والعالم. 67 سنة وحاضر النكبة لا يزال ممتد ومفتوح، ولا يزال اللاجئين الفلسطينيين يأبوا النسيان. الحاج أبو علي والحاج أبو محمد والحاجة فايزي منن إلا نموذج لشعب حلم بالعودة وتمسك بحقوقه المقدسة. يعني الآن أنا بعد 67 سنة بتذكر كيف مسكت بفستان أمي وإحنا طالعين من البلد، وكيف الأولاد والبنات صغار متعرفين بملابس أمياتنا وطالعين يعني مش عارفين وين بدي نروح، هذول يروحوا على البلد الفلاني وهذول يروحوا على بلد مغايري. وبسكو إنه أنا كنت تلميذ بالمدرسة، إجوا قالوا لنا اخلوا المدرسة اخلوها كلها، بدنا نحط فيها جيش اسمه جيش الإنقاذ. تعرف التلاميذ احنا وكذا، خلينا المدرسة، طلعنا ثاني يوم ثالث يوم بدنا نلعب هيك حول المدرسة اولاد، لأن المدرسة البوابة مشرعة مفتوحة وما في حدا، لك عم وين جيش هذا؟ قال اسمه جيش الإنقاذ. شنو نقول؟ جيش الإنقاذ. هرب، ركض، راح، هرب لما فزعونا وكذا هرب. فهذا جيش انقاذ، هذا جيش انقاذ. سحبنا حالنا وين قعدنا؟ تحت التين. كيف العرب؟ هلا تفكرونا نور واحنا عرب روح حالة. قاموا قعدنا بيطلع 15 يوم هيك تحت السما والطارق. الا هن جو طلعونا شوادر. وجينا قعدنا وظلت القعدة سفرة طويلة والمعاني مبينة يما. ويا فلسطينية وانا بدي اسافر حيداك وحيداك، ناري بايديا وايديا تنزل معاك على راس الحية وتموت شاريه دولاك. شو بدي اقول لك عنك باللي احنا عشنا فيها كل العمر؟ انا طالع عمري 8 سنين ختيرت
بعدنا بالنكبة وبعدنا عايشين بالعذاب. أنا والله طلعت من فلسطين بنت 5 سنين صغيرة، يعني ما بعرف إلا أنا كنت تحت الزيتون والطيران عم بضرب، صغيرة كنت يعني. بعرف وأنا صغيرة بيتنا أبوي فاتح معصرة، واروح عند أبوي يعني من بيتنا لعند أبوي هلا يعني ما يعصر زيت. بتذكر إني كنت أنزل على عكا باللبن، إنه طرح نروي باللبن أروح على عكا نورد لبن على عكا. فشتني زمان إن إحنا قضينا من بلدنا، جبنا طرش معانا من فلسطين على يعطر على لبنان. يا فلسطينية والغربة طالت كفاية، والصحراء قلت باللاجئين والضحايا، والأرض حنت للفلاحين والسقايا، والثورة غاية والنصر أول خطاب. والله بمخيم برج البراجني استقبلتنا أعلام فلسطين والثورة، ومن ثم دخلنا إلى بيوت الفلسطينيين حيث وجدنا روح الوطن وذكريات الماضي بداخل كل بيت وكل فرد. مضت 67 عاما ونحن متفائلون، غابت شمس وأشرقت شمس وفصول وليالي ونحن متفائلون، أمواج تروح وأمواج تغيب، والقدس تغرق، ولا بان ولا بان يعني ولا على بالنا. يعني عايشين بالمخيم حبس، احربك سياح إسرائيل، شو بدي اقول لك يعني حرب كثير كثير، اكلنا حرب، طلعنا من تل الزعتر، جينا على لبنان على المخيم برج البراجني كمان عندنا صار حرب اجتياح اسرائيل. بعد 67 سنه من النكبه اهل المخيم بعدهم عندهم الامل كبير وبحق العوده. سنرجع يوما الى حي ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان، وكان المسافات ما بيننا. صناع النكبة ما قدروا يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني ولو بعد 67 سنة، فمسيرة النضال من أجل العودة مستمرة، والبوصلة هي فلسطين، أما مفتاح العودة فهو الشاهد على أنه الحلم ما بيموت. يا ريت يا ريت يرجعوني، يا ريت بس امر، قال وانا ما مريت هيك اشوف حلفك اطير بالفرقه، يا ريت يما يروحونا يا ريت. نفسي بس افوت واموت هنيك بس، او حدا يجيب لي نتفه التراب منا. ولو احنا ما احنا رجعنا عم نوصي اولاد اولادنا ان شاء الله نكون ما يفكروا دائما بقضيه فلسطين ويرجعوا لفلسطين باذن الله تعالى. واحنا بدنا نضلنا ورا قضيتنا لنرجع لبلادنا، واحنا بنحب اسا ان شاء الله ننتصر بارض فلسطين. قال لي بكره بترجعوا بكره بترجعوا، هي انا بعدنا بالنكبه لهلا. أحسن ذكرى اللي هي حجر من أحجار البيت اللي كان مسقط راسنا واللي عاشوا فيه أجدادنا وآبائنا وخلقنا فيه، وهذا المنكوش منكوش أرضنا اللي هي أرض الأجداد والآباء. هنالك عند التلال التلال تنام وتصحو على عهدنا، وناس هم الحب أيامهم هدوء انتظار شجي الغنى.